محمد محمود أبو رويشد فودة من العقوبة المقررة للجرائم المسندة إليهما. المحكمة تود أن تنوه عن أمر ستدونه في أسباب حكمها، أن المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بالمادة 107 مقرر من قانون العقوبات في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه بعد أن بان جليا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مقرر من قانون العقوبات والاعتراف بالجرم، وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارا بذنب أو تحقيقا للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفا لارتكاب جريمتهم. فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبا للنجاة. الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع في حالة الاعتراف المشرع بإعادة النظر، الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة سالفة الذكر وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تماما من العقاب بمحض إرادتهم، وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية. رفعت الجلسة.